السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غنقدم لكم كرواسه سهله في التحضير بدون توراق. غنحتاجوا ليها بيضه، خميره معجونه، نص كاس سنيده، الحليب يكون دافئ، نص كاس زيت، دقيق، خماره وفانيا، ثم الملح. هنا كنهزو العجانه او القصعه، كنديرو فيها الحليب ديالنا يكون دافئ، خميره معجونه، معلقه كبيره، اي نوع عندكم، كنزيدو السنيدة، كاس كبير ديال الفرص، الملحة. الملحة تقدو ديروها دابا أو من بعد، فاني. كنخلطو الكل ونخليوه يخمر. ملي كيتضاعف العجين ديالنا كيكون اخمر، كنضيفو ليه المقادير الاخرى. كنديرو خمارة، زيت الرومية، من بعد كنزيد الطحين، على حسب الخليط، العجينة تكون رطبة. ها هي العجينة ديالنا باقا رطبة، مكتلصقش. هادي العجينة قسمتها على جوج، وحدة غندير لها كوبي مسوس، والاخرى نخليها بيضه. كوبي على حسب باش تجيك مارون. كنزيد لهم شويه الحليب باش ما تجيناش قاصحه، غير شويش. صافي، نرجعو تاني. هي العجينه ديالنا، نخليوها حتى تطلق شويه عاد نخدمو بها. هنايا قسمت العجينه ديالي، البيضه قسمتها على 6، والمارون قسمتها حتى هي على 6. نديرو 6 طبقات. غنهزو كل كويره، كنسرحوها ونديرو ليها الزبدة، من الأحسن تكون ديال التوراق. نبقاو نديرو هكا بهاد الطريقة حتى نكملو. هيا هادي العجينة المارون، تاهي ديك نفس الطريقة حتى نكملو. هنايا درت دلكت كل كويره، درت دلكتهم غير بيديه، تساهلين العجينه مرخوفه. ومن بعد كندير كل دائره فوق وحده، كتجيني بحال هذا الشكل. تنكمل هادو ونجي معكم ثاني نشوفوا المرحله الثانيه. كندلكوا العجينه ديالنا، واخا تكون
تشرقت من هنا. المهم هنا غيكون الداخل كنهزو ونقطعو ب قطعه ولا الموس على حسب نتوما كي بغيتوهم صغار ولا كبار. انا غنديرهم متوسطين. صافي نخليهم هكذا. كنهزو الموس ولا القطع ديال البيتزا باش بدينا نيت. كنفلحو شويه من هنايا صافي. كنبقاو كرا كلشي عارف كيفاش كيدارو سيبا بحال هكا. نكملو كامل نكملو العجينة كاملة. كنهزو المثلث ديالنا كنديرو كنفلحوه ونديرو الباطوني ديال الشكلاط أو نوتيلا ولا أي حاجة. صافي كنلوي على نفسها بحال هكدا. نمشيو للخرى تاهي كنفلحوها نديرو باطوني ديال الشكلاط. حتى نكملو العجينة ديالنا كاملة. نتمنى تجربوا هاد الكرواسون، هما ناجحين 100%. وكيجيو خفاف وكيعجبوا الصغار والكبار حقيقة. هما المنظر والمذاق وما غيحشموكمش قدام العائلة ديالكم. نتمنى تجربوهم واللي جربتهم تشاركهم معايا. هما ساهلين ودغيا كيتوجدوا بلا ما نبقاو نورقوا العجين. ممكن تخليوها هكذا او تهزو سكار غلاسي دردرو عليها او كدهنوها بالناباج او كونفيتور وكديرو عليها كاوكاو او اللوز. ما هي كتجي مرقة نتمنى تجربوها. ان شاء الله ملي تجربوها مرة واحدة غتولي الوصفة المعتمدة عندكم.
يلا نقول لكم سلامة، نخليكم مع الصور النهائية. شكرا على الدعم ديالكم، إلى اللقاء.